معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان أكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي. مرحبا بك دكتورة هداب. إذا موقع مونيتور الأمريكي في تقرير له ذكر أن ضغوطا سياسية تجعل ملف تهريب النفط غامضا، هل خرج قطاع النفط من يد الدولة إلى يد العصابات؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر يعني موضوع الفساد بشكل عام والفساد بشكل خاص في القطاع النفطي أكيد نقطة مهمة جدا في البحث والنقاش، وبالتالي قد نبدأ من وضعية التراخيص النفطية، وأنتم أيضا ذكرتموه هذا في تقريركم. اعتمدت هي التراخيص على مجموعة أشياء يعني غير منطقية أو بالتالي غير صحيحة علميا. على سبيل المثال اعتمدت على سعر نفط 50 دولار، وبالتالي وصل النفط إلى أكثر من 70 دولار في 2018 وبعد ذلك أيضا انخفض. ولكن نحن نتكلم عادة عن شيء علمي، هو أنه عندما يتم اختيار سعر حتى لا يصير عندنا هاي الخسارة اللي هي 500 مليار دولار اللي أنتم أيضا ذكرتموه في تقريركم، يعني حتى لا تصير عندنا هاي الحالة أن لا تعتمد الوزارة على سعر 50 دولار كأساس كسعر أساس، لأن سنة الأساس يتم اختيارها يجب أن يكون بشكل أكثر علمية. هذا من جانب. لا. من جانب آخر هي اعتمدت هذا السعر بعقود تتراوح بين 20 إلى 25، هذه العقود خاصة للاستكشاف والتطوير والإنتاج، ونفس هذا السعر اللي هو اعتمدته أيضا في سنوات أخرى ل 34 سنة أخرى بعدها قادمة بالنسبة لعقود التطوير والإنتاج. نعم. والاستكشاف بين هذا وذاك، بين العقود التطوير والانتاج وبين عقود الاستكشاف، هذه الفترة الزمنية كبيرة سواء كانت 25 او الى حد 34 سنة، لا نستطيع ان نعتمد سعر كما هي اعتمدت وزارة النفط. هذا مما يسبب لنا مشكلة كبيرة في هدر كثير من الاموال. وابسط هذا الشيء انه عندما ارتفع سعر النفط وصل حوالي 62 دولار، هذا معناته بالمقارنة هنالك خسارة 23% عن السعر المحدد في التراخيص النفطية والبالغ 50 دولار للبرميل الواحد. طيب دكتور هداب، يعني ما تفسيرك أيضا لامتناع وزارة النفط عن عرض العقود والاتفاقات أمام البرلمان؟ لماذا تستأثر بخفايا هذه الاتفاقات؟ نعم، يعني أيضا هذا لأنه هو جزء، هو الملف جدا شائك، وبالتالي سيكون هنالك كثير من يعني الان هو يوجد كثير من اللغط، سيكون هنالك موضوع كبير جدا، لان هذا ايضا نستطيع ان نربط هذه التراخيص وهذه الملفات مع تصريحات وزير النفط الاسبق في عام 2008 عندما اشار انه في هذه جولات التراخيص سيصل انتاج النفط الى 12 مليون برميل يوميا. متى؟ في عام 2017، ونحن الان في عام 2019 وموازنة الدولة تحدثت في 3.8 ملايين برميل يوميا ننتج، أي ما لم نصل إلى هذا الرقم. هو كان باعتقادي سنصل إلى 12 مليون برميل في 2017 ولم نصل له. إلى ربع الرقم. جزء من تصريحات لو رجعنا إلها، نعم. لو رجعنا إلها في عام 2008 سنجد هذه التصريحات موجودة لوزير النفط. بالتالي هنالك هذا جزء، ولكن هنالك اشياء كثيره، هنالك استيرادات العراق اللي تمثلت في زيت الغاز اكثر من 6 مليار دولار، بنزين اكثر من 12 مليار دولار، غاز السائل اكثر من مليار دولار. احنا دوله نفطيه نعمل على انتاج النفط ودوله ريعيه نعم، ولكن في نفس الوقت نعمل على استيراد هذه المشتقات من الدول الاخرى وتحديدا من ايران. ايران تحدد ان سرقتها للنفط العراقي سنويا يساوي 14 مليار دولار. هذا من جانب. من جانب اخر يشار الى ان سرقه نفط البصره يساوي تقريبا سنويا 7 مليار دولار او اكثر من ذلك. نعم. عندك هذه الارقام كلها اشارت لها النزاهه البرلمانيه في 2016 أنه هنالك 90 مليار دولار من قيمة تهريب النفط الخام ومشتقاته خلال 5 سنوات، يعني بين 2013 وبين 2014. 90 مليار دولار. هذه الأرقام.
أرقام كبيرة حتى دولار. نعم خلال نعم. 5 سنوات. نعم. 5 سنوات نعم. حتى النائب كاظم نعم. الصيادي دكتور هداب يعني صرح ما نعم. مدى صحة أن سرقة النفط يعني تحصل باتفاق سياسي وتوافق شخصي في عموم العراق كما قال النائب كاظم الصيادي، ولأي مدى تؤثر تلك السرقات في الدخل القومي العراقي؟ نعم يعني أكيد تصريحات النائب مبنية على وثائق، وبالتالي نستطيع أن نركن إليها لأنه هنالك تحالفات وأحزاب متعارف عليهما أنهم يعني في هذا المجال لسرقة نفط العراق وبالأخص في بصرة في جنوب العراق، وبالتالي فهنالك أرقام مهولة أكيد اللجان النيابية المتخصصة في مجال الطاقة في البرلمان أكيد لديها كثير من الوثائق وكثير من المعلومات الدقيقة بهذا الخصوص. هذا أيضا يعني من خلاله إحنا نستطيع أن نستشف أنه هناك مشاكل أخرى، يعني العراق يستورد الغاز الطبيعي وحوالي كنا نستورد 300 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية و15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، هذا نستورده من إيران، هذا كله يدخل في مجال بين الفساد وبين تهريب النفط، يعني تهريب النفط وصل عندنا إلى أرقام فعلا مهولة، وفعلا الرقم اللي يعني بنود الوثائق الموجودة لديهم. نعم صحيح. نعم دكتور هداب، يعني غياب النزاهة وعدم الشفافية هذا جعل العشائر أو بعض القبائل تحظر عمل إحدى الشركات العاملة في قضاء المدائن، إلى أي مدى أدت سياسة الحكومة في بغداد إلى تغييب دور الدولة ودخول حتى القبائل أو العشائر في صراع النفط؟ نعم صحيح صحيح جدا، يعني هذا أيضا جزء من ما نسميه بالإدارة الرشيدة، يعني جزء من ما كان يجب على الحكومات المتعاقبة أن تنتبه لهذا الشيء وأن تنتبه إلى أنه خاصة أننا دولة ريعية ونريد أن نتحول إلى دولة صناعية لا تعتمد على نفط، وبالتالي لدينا مشاكل كثيرة في كل هذه الشركات ومع العشائر أسبابها هو النزاع الذي يحدث ما بين الحمايات، وبالتالي سيطرة ائتلاف محدد، سيطرة حزب معين على وتعاملهم مع بعض الشركات دون معرفة من الدولة، هذا يكمن كله تحت إدارة الحكم الرشيد، وبالتالي سوء الإدارة بشكل عام هذا اللي دائما ننوه عنه هو جزء من هذه العملية وجزء من هذه السرقات التي تحدث يوميا، وإلا إذا كان أكو دولة والدولة ده تعرف ما يحدث ما كان لازم أن يحدث كل هذا، وبالتالي تكون الأمور عند نصابها. نحن الآن أمام مشكلة كبيرة لا نستطيع أن نحلها ما دام أنه توجد هنالك، نرجع ونقول الدولة العميقة وسيطرة الميليشيات وإلى آخره، وبالتالي هم المحكمين اليد على اقتصاد الدولة وبالأخص على النفط وسرقته وإلى آخره. شكرا جزيلا لك من عمان أكاديمية الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هدى الكبيسي.